غادي نشارك في المسيرة الشعبية ديال نهار الحد الجاي 8 يوليو اللي غادي تنطلق من ساحة النصر بدرب عمر بالدار البيضاء. غادي نشارك كأمينة عامة ديال حزب الشراكي الموحد، وكمنسقة ديال فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكأستاذة، وكامرأة، وكأم، وكإنسانة. وأدعو كل الضمائر الحية، كل الشرفاء والشريفات في هذا الوطن باش يحضروا بكثافة لهذه المسيرة، لأنها ماشي مسيرة لنصرة فئة ولا واحد القضية اللي هي محدودة. هذه مسيرة منظمة باش يتم الإطلاق ديال السراح ديال النشطاء ديال الريف اللي هما أبنائنا، اللي هما أبنائنا وأحبائنا وأعزائنا، واللي اليوم صدرت في حقهم أحكام جائرة. غادي نشاركوا باش بلادنا تقدم، غادي نشاركوا باش ننصروا هاد الشباب المقدام الصامد اللي خرج للشارع مطالب بحقوق اجتماعية باش الجهة ديالو تنهض، باش تصان الكرامة ديال المواطنات المواطنين، ماشي غير في الريف، في المغرب كله، ولكن في المقابل وجه بمقاربة أمنية وقمعية شرسة منذ الوهلة الأولى، منذ يعني اللي تستحن محسن فكري إلى هذه الأحكام اللي وصلت حتى العشرين عام واللي هي غير مقبولة في المغرب ديال القرن الواحد والعشرون. خصنا نشاركوا باش نصونوا الإمكانية باش نطوروا حرية التعبير والتظاهر السلمي في بلادنا تبقى. خصنا نشاركوا باش ننتزعوا مكتسبات يعني من وراء إطلاق سراح هاد النشطاء الأبرياء اللي اليوم رفعوا راس الوطن كله. غادي نشاركوا حنا كنطالبوا المعتقلين اللي هما اليوم مضربين على الطعام باش يوقفوا الإضراب على الطعام، وكنقولوا لهم حنا محتاجينكم، بلادكم محتاجاكم، الأمهات ديالكم محتاجينكم، لأنكم أنتم الأمل، رجعتوا فينا الروح بأن مغرب آخر ممكن. هذا المغرب كي داير؟ مغرب تصان فيه الكرامة، مغرب ما يتبقاش فيه هذه الفوارق بين الناس وبين الجهات، مغرب اللي فيه خيرات وبغينا هذيك الخيرات تقتسم بين جميع أبنائه وبناته، مغرب ما نبقاوش كنخافوا فيه ونبقاو كرعايا غير كنترعدوا، بغينا نحسوا بأننا مواطنين وبأننا ملي كنطالبوا بالحقوق كنلقاو من الجهة الأخرى شكون اللي غيسمعنا، وهذا المغرب راه كيتبنى طوبة طوبة وبآلام وبعذاب، ولكن راه ممكن بزاف. ولهذا ما نسكتوش على الظلم، لأن هذه أحكام جائرة، هذه أحكام سياسية، هذا اعتقال سياسي ما يمكن لناش نصبروا عليه، وحنا مستعدين لهذه المسيرة ولمسيرات أخرى ولكل المبادرات اللي مشأنها أنها تقدمنا نحو تحرر الإنسان في هذه البلاد ونحو صيانة كرامته، وحتى بلادنا تولي عندها قيمة بين الأمم، ويمكن لنا نفكروا حتى في مشاريخ كبيرة أخرى مع إخواننا في المغرب الكبير وفي إفريقيا، وحتى العالم هو يبدأ يتعامل معنا الند للند. ولهذا ما تنقبلوش بالتراجعات، ما تنقبلوش بهذه الانتكاسات، ما تنقبلوش بهذه الردة. هاد أبناء اللي اليوم تضربوا بعشرين عام راه أولادنا، هادو أولادنا، وخاصنا نتحركوا شي شوية بدون تمييز، بدون حسابات من أي جهة كانت. الكل الشارع راه ديالنا، هذه مسيرة شعبية مغربية، كنطلب من الجميع أنه يعززها ويشاركها، كما أطلب من الجميع أن يعزز كل الخطوات المستقبلية حتى يحصل الفراج والانفراج في هذه البلاد.